تعرض نادي ضباط الشرطة شمال العاصمة لمشقل لتفجير سيارة مفخخة ظهر أمس الثلاثاء، ما أدى لمقتل 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين على الأقل. وفقا لضابط شرطة كان موجودا في مكان الحادث، دخلت سيارة مسرعة عبر مدخل النادي متجاهلة نداءات التوقف من عناصر الحراسة، وانفجرت عند المدخل الثاني بعد عدم تمكنها من الدخول إلى الداخل. وأدى التفجير إلى تضرر عدد من السيارات والمباني المحيطة بالنادي. وقال وزير الداخلية السوري محمد شعار أثناء زيارته لموقع التفجير إن 3 أشخاص قتلوا وجرح 14 آخرون في الحادث. هذا وتم نقل الجرحى إلى المستشفى وحالات بعضهم خطيرة، لذا من الممكن أن يرتفع عدد الضحايا. في حين أفادت القناة الإخبارية السورية أن العدد للضحايا يتراوح بين 8 إلى 10 ضحايا. وعلى الرغم من كون المكان المستهدف هو نادي ضباط الشرطة، إلا أن كثيرا من الأبنية المحيطة به تستخدم كمبان سكنية مدنية ومكاتب، مما ألحق أضرارا بالمدنيين. نحن سمعنا صوت قوي، نحن قلناها بالبداية قلنا هاي قذيفة، قلنا لا مو قذيفة لأن الصوت قوي. امرأة وطفل كانوا عم يحترقوا ويولعوا بالنار، مرة مدنيين. والمكتب صار جنب النافذة الشباك. وقت صار الانفجار من ضغط الانفجار البلور تكسر ونزل فوقي كلياته. اجت بعض الشظايا على راسي. بعد ساعات من وقوع الحادث اعلن التنظيم المتطرف مسؤوليته عنه على موقع للتواصل الاجتماعي. هذا ويعتقد الرأي العام السوري ان هذا التفجير هو رد التنظيم المتطرف على التقدم الذي أحرزه الجيش السوري في عمليته بمحافظة حلب شمال سوريا. ويقاتل الجيش السوري في حلب على جبهتين أساسيتين حاليا، الأولى في المناطق الشمالية بحلب ضد المعارضة المسلحة، أما الثانية فهي في المناطق الشرقية بالمحافظة ضد التنظيم المتطرف.